الجزائر لم تتردد في صياغة رؤية مستقبلية متعددة الأبعاد لتحقيق الأمن والسلم في إفريقيا بعد رفعها لتوصيات أبدى فيها الاتحاد الإفريقي موافقته لتفعيل قدرة شمال إفريقيا باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية للقوة الإفريقية الجاهزة للسلم والأمن. إذا تفعيل قدرة شمال إفريقيا في إطار قوة إفريقية لتحقيق الأمن والسلم في القارة الإفريقية، يعني قوة قد تكون اقتصادية وقد تكون عسكرية في ظل إمكانية تواجد قوة جزائرية خارج الحدود وفق المادة 31 من الدستور الجديد. للعمل والتحرك خارج الحدود مهم جدا بالنسبة للجزائر، لأن الإشكاليات السابقة على أن المنطقة منطقة الساحل الإفريقي 5.6 مليون كيلومتر مربع، أكثر من 100 مليون نسمة، وهي بؤرة لاستقطاب الإرهاب. تسعى الجزائر إلى المضي قدما بالاتحاد الإفريقي في عملية مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الإفريقية الجاهزة لجعلها أكثر اتساقا مع عقيدة الاتحاد بخصوص عمليات حفظ السلام وتوفير الإسناد اللازم لها كجزء لا يتجزأ من البنية الإفريقية للأمن. الجزائر مهتمة ونفعل الآليات الميدانية من خلال مادة دبلوماسية اقتصادية قائمة على مادة بنى تحتية مشتركة بين الأفارقة في الغاز، في الممرات الحدودية، في تاريخ الوحدة الإفريقية، يعني مادة سهولة في انتقال من إلى وإلى من، سواء للأشخاص أو البضائع أو السلع. وبعيدا عن النزاعات والصراعات المحتملة في القارة، الجزائر لم تدخر جهدا في تحقيق الرؤية الاستشرافية في إفريقيا من خلال إعطاء انطلاقة متجددة لمشاريع هيكلية ضخمة تعود بالفائدة على دول القارة.